تلقوا قرقين مصوره مع الوجوه مع الناس باش معطله صحه ما كايناش وليدات ما كاينينش حنا عبد الله سبحانه لا بنيه ما عندي وليدات ما عندي صحه ما تنقدش نخدم معذوره من ظهري معذوره والموجود الله انا قوالك امانه الله محطوطه وصافي تعاونونا المسلمين اللي عطانا في سبيل الله وصافي. المهم هاد المرة كبيرة في العمر وما عندهاش وليدات وكتسكن بوحدها شي بعض المرات ما كتلقى ما تاكل كياكلوها غير الجيران وحتى البيت ديالها ما كاينش ما نقيش كتجي غير بنت خوها مرة كتجمع ليها دارها المهم كتنظف البيت ديال هاد المرة هادي هاد المرة في عمرها 80 عام مهم ما كاينش اللي يكون بها مات الزوج ديالها صافي من ديك الساعه وهي عايشه بوحدها ما عندهاش وليدات المهم ما ولدتش وصافي وبقاش بحال ما هكا مره كيجي عندها واحد خوها ولكن حتى داك خوها ما فحالوش ما عندوش ودابا هي تسكن بوحدها والمهم شي بعض المرات كتطيب لا قدات تطيب ما قداش راه تيجيبوا ليها غير الجيران وخاصها الدواء مريضه كتطلع ليها الطونسيون وفيها حتى السكر كنطلب من المحسنين باش يعاونوا هاد المراه وحتى دوك المساعدات المهم بحال مثلا في رمضان ما كتستافدش هاد المراه كاع حتى من دوك يعاونوها شويه ما كتستافدش هاد المراه حيت ما كاينش اللي يوصل الصوت ديالها ما كاينش اللي يهضر عليها المهم الجيران دايرين جهدهم مي ما شحال قدهم شحال قدهم راه غير عياو المهم كنطلب من المحسنين يتكفلوا بهاد المراه.